حدثنا وكيع حدثنا الضحاك بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الرحمن بن صحر العبدي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني رجل مسقام فأذن لي في جريرة أنتبذ فيها قال فأذنا له فيها حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن عبد الرحمن بن صحر العبدي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل حتى يقال من بقي من بني فلان فعرفت أنه يعني العرب لأن العجم إنما تنسب إلى قراها.